ويا السلام، ويا السلام عليكم. مو قلت تخبيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في سيتي سكاي لاين وسلسلة مدينة بغداد. أهم مدينة بغداد بروح استوى سلسلة، بروح استوى سلسلة، لكن المدينة جالسة تكبر يوم عن يوم. يعني قد ما نحط خدمات، نحط فيها تعليم، نحط فيها شغلات، نوفر نحن جزء كبير من طابع الراحة، ولا من مثل ما تقولون فرص توافر العمال، فرص هالسوالف كلها موجودة بالمكان هذا، فلا بد يكون المكان يكبر كل يوم عن يوم عن يوم. بس شوي مو بطيء بالنسبة للمدينة الصراحة، أنا أشوف النمو جدا بطيء، نمو جدا 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 بطيء بالنسبة لي. بس الحين بحطي دايركت فهمت، فاهم؟ مطار بغداد، المطار بيلحق المترو، بيلحق ما ادري شو، بس بسوي ذاك. مو بحط المطار الخام، مطار عادي، مطار عادي هركب شوفوا المطار واخذت له غيره. يبالي اسوي شارع، بجرب الحركه وياك. زين نحطي هاي واي طالع من هنا، نروح لوين؟ للمطار. بعدين الشارع اذا نحط عليه مطار دائري يكون بالطريقة هاي، ونحط المطار. الحمد لله. واسف اسف تبن. لا مش تبن، الحمد لله. انزين حط المطار، والله مشروع تصدقون. لا انا اعتقد مشروع ناجح، بس مطار تبعه تبعات وايد. وهذا المطار بنص الضباب، ما اعرف كيف يطيرون طيارات ان شاء الله. ما اعرف هذا الماي طار بغداد عجيب. مو زين، خلينا نشوف المطار هذا بيشتغل بأي بناس. نحن لعبتنا الحين على المطار هذا شو؟ انه بيرفع وبينزل منه الديماند مال الناس، ولا طلب على الناس. الحين نبغى شارع هاي واي ثاني، يبنى دايركترين هني. والله جميل، جميل جدا، جميل جدا. الحين هذا مش في زون، انا متاكد بالضبط. هذا ريحنا من الصدعات، هذا على طول فيكتوريا حبيبي. بعد عربي بغداد مطار بغداد، بغداد بنحط فيه مكاتب، مكان بالنسبة لي أنا شو لا قدام المطار بالضبط خليه فاضي، لازم أجيب كاسي ترى. حطي قدامه هذا مكاتب تجارية، مش بيوت سوري. أبغى أحط عند محلات بعد كافيين دونتس و أخله لازم في المطار، مو مشكلة. والحين أبغى أحط تاكسي ستاند، تاكسي وتاكسي في تول. صح أنا نسيت موضوع التولز تماما، نسيت حتى ما سويت الكميات. يا حبيبي يا حبيبي كيف نسيت أنا؟ هذا كيف نلفلف بين الحدائق تسوون جولات سياحية؟ كيف ما اسوي جولات سياحية؟ زين خلينا نحط تاكسي المطار، نتفاهم. طيب ما في تاكسي وتورز ناسينا، نبى تاكسي حق منو بعد؟ صديقنا هني بعد خطار. زين تاكسي وين بينزل؟ ينزل هني، بينزل هني.
اسي ناس تنزل وين تنزل هني خلى الناس تين ناس تين انا كيف نسيت موضوع التورز كيف نسيت موضوع التورز تماما جزء كبير كان من الاكسبانشن التورز تنزل هاي تشوف شو وضع مطار بغداد وضع تمام في طيارة يد في هدية وفورة طيارة وجهة معقولة شو طيارة كان طيارة واثنين ما شفت طيارة ما حد بيسافر ما حد بيهني زين ليش انتوا قاسين علي زين ليش القساوة هاي كلها خبروني بس ليش في قلبكم قساوة وهون عليكم انتم نترية طبعا هني ما في ولا شيء بس اذا بنحط هني شيء ما في سكيورتي كابنت شيء عندي سكيورتي كابنت صغيرون اي شيء الا مال الجيش كنت منزل انا اي سكيورتي بوينت خلينا نحطه في الوسط مع المطار زين لا هذا قبل خلينا ندق استوب هذا قبل بعد المطار فوق من بعد المسافة ترى احط هاي بس احسن هاي واي احسن بيكون بعيد المفروض ما احط الواحد ثاني لا بحط صوب ثاني ترى بعد اوكي اتس اوكي زي من الهاي واي اول يب ثاني بعد سكر تشيك بوينت ثاني ثاني مطار يعني مش مطار عسكري لكن بعد يعني اشوف وورث انا من هنا الى هنا نبغى هاي واي هل اقنعني كيف لا اوكي ممتاز الحين اوكي في سكرت تشيك بوينت في دوريات بيوفر لي امن هو بالمدى الاساسي انه بامن بس بالمدى الفعلي هو سكرتي حق المطار ما تعرفون يمكن في واحد عنده مشاكل شيء بخاطره حياه الله هني موجود عند سكرتي شوف كل كذا يبغى شيء بنداوي ترى بعد حليو يعني مش انك كثره تمام ممكن اسوي بعد تفرع للمطار لان عندي سكرتي تشيك بوينت صار عندي هذا التقاطع بيصرح ولا خلونا ندق ستوب ايش ستوب خلونا ستوب المشكلة وان تو ثري بعد زين المفروض يكون دوار مربع زين خط سيدي يكون
هذا هاي بس دايركت يودينا لوين؟ مطار بغداد الراوند ابوت الدوار اللي هني، ما اعرف اذا حد بيستعمله ولا اذا كان عملي او غيره، بس عندنا خط بديل لمطار بغداد. الخط البديل ترى انا اشوفه مهمة في الجيم هذا، والله تبي فرق خرافي الصراحة في اللعبة. ان شاء الله بس الوقت يكفيني اخلص كل شيء مسوي حق المطار يعني. انزين الحين نسوي نقطة شو حق المطار، نقطة وقوف. ما ظني بيمديني نسار من البصل، بس ما اظني بيمديني هذا من هني الى نص المدينة. بس ابي ارجع من هنا، ما بيتلاقى مع العالم هناك في الزحمة. نيجي من هنا هين نوقف هني من المدينة كامل، بس يمرون على شوارع مختلفة. ما نبي نزحمهم في مكان واحد، ترى زحمناهم في مكان واحد بنتوهق، بس تبي مكان نزحم بالخاطر. اذا في شيء ناقص هني بالضبط التكاسي معناه عبور مشاة، لازم عبور مشاة. وين مال البسط يعني؟ مال البسط يقف عبور منه المشاة، يبون عمال يشتغلون. زين خلنا نزيد بيوت هنا، والله في بيوت فول ما يبنون لهم، ما يبنون ايش انا اقول لهم ابنوا. وزع اراضي من اصبحت ما يسوون هذا، والله بزحمة على الشارع. زين ما في احد ياه ولا احد ياه الحديقة، في احد ياه مش ذاك الزود ناس يعني، باقي يعني مش ولا بد يعني، مش ولا بد يباله شوي. اوكي لا يباله. يباله نزيد الزحمة وترفق على المدينة، شو بسوي؟ لازم احط معلم على وجه الخريطة. بس معلم يباله شغل، معلم يباله شغل، يجيب ناس بس شغلانة هاي جديدة. طيب شو هذا؟ The trips landside builds lets you launch rockets in order to provide public space transport services. Building rocket requires products from oil and or industry buildings. Launch rocket using bottom and the building panel. اوب اوب بنسوي الخلايا هاي، بنسوي مطار بغداد صح؟ صح؟ وهذا موقع ملائم لاطلاق الصواريخ، خلينا نشوفه موقع 100% صراحة، موقع 100% must be placed on road side. وهذا شو جبن سايد؟ place already occupied. شيء ما كهرباء هني ولا شيء؟ لا يباله مساحة ضخمة، لكن هذا معناه الحلقة الجاية احنا شغلنا الشاغل بيكون اطلاق صواريخ، اكيد بيحصل شارع بروحه. ايش تتوقعون يعني؟ اكيد ما يباله سؤال، ما يباله سؤال. هلا خلي الحلقة القادمة معكم التريو، الحلقة الجاية احسن بك ان
بنشوفكم في حلقة قادمة. هذا كان عندنا اليوم مطار بغداد وسويناه. أوه يا واحد عندنا في أنا واحد بيون الحين ما عليك بسوي طاق صواريخ مكان ما ما أعرف وين بسوي بس شكله هني بيكون هني مكان حلو لأنه بسوي حول مدينة صناعية وهذا بسوي سكيورتي وفنس. فبنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله مو إطلاق صواريخ بيكون على الأغلب إن شاء الله يعني لما غير طريق. وشكرا متابعتكم في الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.